وانا شرحت الكلام ده، ابتدى ان هو واقف شغال وشرحتها بشكل كويس جدا بعد المباراه، معرفش اتفرجت ولا لا، وابتدى ان هو يطمعه ان الاثنين باكين الجنب بتوعه ابتدى يتهرب ويشتغل في ظهره. واحمد جمال كان الشوط الاولاني الاثنين طايرين، يعني احمد جمال واقف شويه، لكن وابتدى يشتغل ان هو لما بيقطع الكره الترانزيشن بن شرقي بيتحرك في ظهره في الحته دي بالظبط واشتغل بشكل كويس جدا. واحمد سامي حاول ان هو يعدل بين الشوطين، راح جايب احمد جمال ملعبه يمين على بن شرقي وراح منزل الترهوني وابتدى يشتغل بشكل كويس جدا. وباتشيكو غلط في ان هو نزول شيكابالا مكان اوباما، كان لازم شيكابالا ينزل مكان بن شرقي لان احمد جمال هو اللي واقف في الحته دي، وكان لازم شيكابالا ينزل يلعب في الحته دي. الترهوني زاد على الزمالك 3-4 مرات بكروسات كان ممكن تخش جوان، وزيزو ما بقاش يرد في الحته دي مع انخفاض المعدل البدني بتاع رؤى، نص الملعب اتسحب منك. بس انت عارف يا ميدو، انا الزمالك لعب واحده من احسن المباريات ليه من فتره كبيره، 60 دقيقه تمام. لان جمهور الزمالك بيحب الكره الحلوه، فكره ان باص السلام والتسلم كتير، يعني اللي بيتفرج على الماتش والمايك على الخط كلمه باص دي كانت من اول دقيقه لاخر دقيقه، باص باص باص، ده كلام مدرب مش صدفة. الزمالك لعب له تلت ساعة 30 دقيقة في قدام المقاولين كويس جدا، بكى رد رد، لكن ان انت استلام وتسلم، والناس شافت قيمة اوباما. الناس شافت قيمة اوباما لما بيبقى الغزالة رايقة. اوباما لعيب كبير، لما الغزالة تبقى رايقة. لا هو لعيب كبير، وطبعا في عنده شوية دفوهات ان هو ساعات بياخد قرارات غلط، ان هو الكرة مش عزيزة عليه في وقت من الاوقات، لكن اوباما يا جماعة لعيب في رأيي يعني لا يعوض في تشكيل الزمالك تكتيكيا، لانه عنده ورك ريت ومجهود بدني عالي جدا، بيدافع بيسند الاثنين لعيبه بتوع الدايره بشكل كويس جدا في كل الماتشات الكبيره والصغيره. نمره اثنين ان اوباما بيعرف يستلم الكره بين الخطوط، لعيب كوره وكان مسرع التيمبو. هي دي قوته، ان المره دي كان اللي لازم ابصيها بلعبها بسرعه، ببصيها اللي لازم اقف عليها اقف عليها. ربنا يهديه يا رب، ربنا يهديه. لا هو ده، خلي بالك الزمالك والله كنت بروح التمرين كل مره، يعني طبعا الحمد لله انا اول واحد لعبت اوباما يعني وفضلت يعني عارف ان هو لعيب كبير، يعني دايما كنت كل هو لازم كل يوم كنت اشوفه في التقسيمه اقول له ربنا يهديه. خلي بالك الماتش سموحه، ماتش سموحه اوباما لو عايز يلعب في منتخب مصر يروح منتخب مصر، هو ماتش سموح، هو ده السهل، هو ده اللي انت هتروح بيه منتخب مصر. غير كده هيقول لك لا ده بتقوله وبتاع، لكن في ميزه كبيره جدا عجبني بلال علام وهو بيعلق قال لك عفريت اوباما عامل زي عفريت العلبه. لا وبعدين في ميزه كبيره، في واحد اسمه فتوح، مصر كسبت باك ليفت، انا مش عايز ازود لان بدري جدا يا فتوح، انت لسه بتحط اول خطوه، بس ولكن لا عمل يا ميدو، كان زمان لما طلع في الزمالك كان عنده حته يهاجم تلاقي وراه في مشاكل، لا انا مش ههاجم دي خبرات طبيعي، لا عمل